انا خويا المراه اللي عندها انا مهرسه هي مرجليها ياك وكنمشي عندها يوميا. البارح انا عندي اليوم روب بولس الاربع، قالت لي يا بنتي ما تقدريش تجلسي، انا يا انت اللي كتكوني بيا وكتلبسيني حوايج وداك الشيء، انا مزوقه سيها مرة انت اللي كديري معايا اجل عندي الاربع. قلت لها صافي، قالت لي جدري لي على الفطور داك الشيء ولي في حالك. داك الشيء اللي كان خليت لها الكاسكروت البارح موجود، خليته هو عادي معاها راجلها، خليت الام ديالها تما، صايبت لهم كاسكروت وجيت في حالاتي. الصباح الصباح مع العشرة مع ديك 9:30 خرجت منها، قول وصلت مع العشرة وربع لحدا الدار، حليت الباب طلعت ظهر لي العجب انا في الباب. الدوره الاولى كنحلها كنلقى جوج، اليوم لقيت عي دوره وحده، حليت دفعت الباب كنلقى داك الشيء ديال الدمايات هكا حدا الباب، ورجلين ديالها هي عاصره هكا فيهم الباب وعامر الدم. صافي زدحت الباب هوت على الجيران لتحت الراجل. ما شفتش بانه راه باقي عايش، ما شفتش الراجل. لا ما شفتش الراجل حتى من طلعني الكوميس المره الثانيه، عاد سمعته كيقولوا راه عايش عايش وداوه لابيلانس. شفت هذيك اللحظه من ما حسيتش اخويا، ما عرفتش راسي باش درت. كنت وحده انت كنت عند الناس لتحت، دقيت عليهم كندق وهي كاينه على البنات بجوج صغارات، دفعت عليهم الباب كنقول لهم راه اختي ناديه مقتوله، راه اختي ناديه مقتوله، وهي البنت مسكينه مع صغيره لحقت دخلت سدت عليا الباب. قالت لي سكت نعيط لبابا راه في العماله. قلت لها انا يا لا ما تعيطيش لباباك، عيطي للبوليس. قالت لي ما عنديش تعبئه. صافي هزيت واحد الريدو ديال الباركو بقيت نعيط لواحد من الموطور داكشي، كنقول لهم عيطوا للبوليس، وعيطوا للبوليس يقولوا لي علاش من الباركو، كنقول لهم المراه راه مقتوله الفوق، عيطوا للبوليس عتقوني عيطوا للبوليس. واحد اللحظه ما ربع ساعه حتى جاوا البوليس رجال الامن كاملين طلعوا، طلع سي مصطفى وداك السرامي وسي عادل طلعوا كاملين والدراري اللي معاهم، الشرطه كامله خمسة دقائق انا باقا كنغوت هما جاوا هما اللي عتقوا الموقف. وكان مشيت للشرطه طلعوا داروا تحقيقات تبارك الله عليهم في نهار واحد، وانا كنت مخلوعه وداوني دقيت شوكه وداك الشيء وجابوني وقالوا لي شوفي ما تخافيش عرفنا شكون اللي قتل راجلها اللي قتلها. قالوا انت ما درتي والو، انت كنشكروك حيت عيطتي لينا ودرتي اللي واجب عليك درتيه انت. راه مشى للطبيب هو يقر قال لهم انا اللي قتلتها على الخيانه الزوجيه ولا لو اعلم بعدا بحال هكا. انا هذا الشيء اللي قال قال لي بحال هكا، قال لي ما تخافيش. صافي وخذوا الاقوال ديالي وطلقوني انا. هذيك الفتره اللي كنتي خدامه معاهم يعني كيفاش كانت العلاقه بيناتهم يعني الزوجيه؟ عادي هما كيتناقشوا شي مناقشه ماشي زعما ديال الضرب، مناقشه عاديه بيناتهم هي وياه. يعني مناقشة على شي حاجة تافهة، ما عمري سمعت هذا الشيء ديال الخيانة وداك الشيء قبال قدامي أنا، ما عمري سمعت هاد. كنشكر رجال الأمن بزاف بزاف بزاف، يعني داروا خدمتهم وكون ما كانوش هما كنبقيت تما كاينة أنا مدايرة، هما جاو في السرعة وعيش الملك. كنشكر الناس جيراننا حتى هما وقفوا معايا وعرفني أنا خدامة على وليداتي، زعما أنا كنخدم مني بدراعي ما كنخدم زعما، وجاتني اليوم بحال الخلعه وبحال هذا والحمد لله. رجال الامن جاو في الوقت ديالهم وكنشكرهم بزاف، هما اللي داروا خدمتهم.